شو بتقول الأفلاك لمواليد العذراء بالأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2021؟ بدي لك بك تلزم حدودك، بعدنا ب14 لازم تلزم حدودك عزيزي العذراء، لأنه حذرتك من هالشي الأسبوع الماضي، قلت لك يوم السبت ويوم الأحد بدك تنتبه وتأجل النقاشات على أنواعها، لأنه هاليومين ممكن يكونوا صاخبين. إذا صار معك شيء السبت لازم تعرف أنه الأحد كمان يوم دقيق. بيدعمك كوكب ميركور بشدة رغم هالشي، وبيحمل انفتاح واسع على كل الاحتمالات. بتتصرف بحنكة وتتخلص من بعض العقد بين يوم 3/16 وآخر الشهر، يعني لا السبت 27. منيح إذا هالشي بيكون لإلك خلاص. بيوعدك الفلك بيومين كتير مناسبين، هن 17 و18، يعني يوم الأربعاء ويوم الخميس. هاو يومين منيح لإلك، بتتلقى خلالهم التهاني أو بتحقق أمنية أو بتغلق الباب على حدا كان عم بيستفزك أو بتحصل على موافقة أو بتحرز نجاح أو 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 بتسمع خبر جيد، شو ما بدك. بعد هالشي يعني اعتبارا من يوم السبت 20 بتعيش بعض التناقضات والحيرة بين قرارين وخيارين، سواء تعلق الأمر بموضوع مهني أو شخصي، ويمكن تتوتر الأجواء بين يوم السبت 20 ويوم الأحد 21 على الأخص. إذن آخر الأسبوع في توتر شوي، بدك تكون أنت رايق بأول، وفي خبر حلو وفي خلاص من بعض العقد.